مكان الشيخ سجلت في مكان جميل والله حقيقه. انتم تعيشوا في جنه هنا الحمد لله ما شاء الله. هذا ايش اسم هذه جبهه السبله؟ هذه جبهه السبله جبلات او مسمى كذا بالنسبه لمكان هذا من الاوائل يعني يداد. ايش طريقه رفع المياه كانت هنا؟ كان بالدلو هذا الجازر اللي يسموها الجازره. ايوه احنا يعني كان قبلنا. نعم انتم ما لحقتوها؟ لا ما لحقناها. يعني كانت هنا مثلا الدواب سكن الله يكرمك بالثيران او بالحمير. ايوه بالثيران والحمير الزاقه. الزاقه هي زي نعم 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 هذا بالدلو. نعم وشو بركه الماء بالرغم من صعوبه تطلع الماء لانها كانت تزرع هذه الاماكن. هذه بركه الماء الحمد لله. يعني بقول لك انها ما يعني ما تنصع نادرا يعني قليل يعني أيوة. وهذا المكان ايش اسم هذه المزرعه؟ هذه مزرعه المحيدث. المحيدث والفلق مسمي على اسمها؟ هذا فلق المحيدث. نعم الاخ حمود من فريق الحاضر المشي الحر رئيس الفريق ما انطباعك وانت ترى هذا المكان؟ والله شوف قريه سيق جيتها من قبل مره واحده. نعم وزرت السبت ايضا. السبت يمكن بعدها بخمسة كيلو. نعم صدق اكثر من مره بس أصمني المكان هنا كثير يعني. واللي يميز ايضا القريه هذه وادي حاور او هو طبعا يسموه هنا وادي سيق لكن الاصل جاي من وادي حاور. نعم. وادي بني خالد يقسم القريه الى قسمين. القسم العلوي المرتفع هذا في فلقين. نعم فلق ابو بعره وفلق الكبير. نعم والقسم الثاني في فلق المحيدث وفي الباطن. وفي الباطن بعد؟ ايوه هذه معلومه عند الاخ محمد طبعا. نعم. سكان جميل. المنطقه فيها فلق ايضا اربعه افلاق يعني فلق الباطن الرابع وكل الافلاق الحمد لله نشطه. الحمد لله الحمد لله. نعم تفضل. نعم والمكان انا اشجع فيه للسياحه. نعم. حتى السياحه العائليه ممتاز جدا. اعود لك الاخ محمد اللي يزور هنا ما هي نصيحتكم له ايضا؟ ما هي توجيهاتكم له اللي يزور هذا المكان؟ والله احنا عندنا شوف البرك المائيه يعني لكن اللي بيزورني يعني ما يروح يعني صعب واحد يعني واحد كبير يسبع في البركه المائيه صعب عليه. عميقه يعني عميقه جدا عميقه ويمكن طينيه ايضا يمكن طينيه. ايوه لا لا في طينيه اصلا طينيه أيوة. يعني ايضا يتعرض انه يمكن يجلس على جنب ويستكشف المناظر الطيبه ويروح يتمشى داخل النخيل. يعني مكان راحه نفسيه اصلا جميل. البلد الاحظها الوادي شاق انها من نص هناك سكنة وهنا سكنة. ما اسم ذاك المكان؟ هذه قرية سيق. سيق وهذا الجانب الثاني؟ هذيك الباطن. هذيك الباطن. أيوة. اللي فيها فلق لوحدة مستقل وكذا. فيها فلق فلق المحيط وفلق الباطن. فلق الباطن. أيوة. نعم. ما هي الطرق التي تربط بلدة سيق بغيرها؟ هل توجد من هذا الجانب مثلا طريق؟ لا شوف في قرية سيق تربطها بالمشي عادي يعني خمس دقائق أو عشر دقائق من قرية سيق إلى الباطن. إلى الباطن. نعم. وفي طريق ثاني يربط هذا بالجبل. بالجبل؟ أيوة. يربط أين هذا؟ وادي بن خالد. وادي بن خالد ما شاء الله. تقريبا ساعة وأربعين دقيقة إلى ساعتين. ونص كيلو. كم كيلو تقريبا؟ تقريبا ستة كيلو. ستة كيلو. ستة كيلو. طريق سهل للمشي. لا وعر يعني بالجبل يعني تطلع وين الجبل ولا الوادي؟ الوادي في من الوادي لكن الوادي صعب صعب الوادي بس عن طريق الجبل في طريق معروفه واضحه يعني معروف وصل العيد وفي بعد في موجود يعني علامات. نعم. علامات جميل. ومن ذا الجانب ايش من الاماكن اللي تربط البلد؟ هذا مش هذا محيدث هذا شارع المحيدث. في شارع المحيدث أيوه. هذا قديما كان موجود. نعم لكن بعدين يعني صار في ضياع وخرب واستحدث. جميل بس هو الشارع ترابي يربطكم مع سبت. ايوه موجود 5 كيلو تقريبا لا اقل يمكن اقل. ايوه وفي بعد السبت في قرية داخليه في قرية السياق. ايوه السياق نعم تابع الوادي بن خالد. وادي بن خالد ايوه راح نروح لها من هنا. نعم غير عن سيق ولا لا غير عن سيق. السياق سياق سياق هنا من الجانب. نعم هذا الجانب. جزاك الله خير بارك الله فيك. احسنت شكرا لمصور. مين اسمك؟ اهلا احسنت.